أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: قد ذكر العلماء رحمهم الله في باب التعزية أن المسلم يعزي الكافر فيقول له: أعظم الله أجرك وأحسن عزائك. قد ذكر العلماء رحمهم الله في باب التعزية أن المسلم يعزي الكافر فيقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزائك. ما ذكر العلماء هذا فيما أعلم، إنما ذكروا أن المسلم يعزى بالكافر، المسلم يعزى بالكافر إذا كان له قريب كافر، فالمسلم يعزى بالكافر ولا يقال له غفر الله لميتك، وإنما يقال للمسلم أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك فقط، ولا يقال غفر الله لميتك، لأن ميته كافر والكافر لا يستغفر له. وأما إن الكافر يعزى فهذا لا أعرف له أصلا، ولا أذكر أن أحد من أهل العلم قال بذلك. الكافر لا يعزى ولا يهنى بأعيادهم، لا يعزى ولا يهنى بالأعياد وما أشبه ذلك. نعم، لأن هذا يعتبر من الموالاة ومن المحبة. نعم.